وتشرد وحاجة دفعت أم أحمد إلى العمل، وبسبب قلة ذات اليد ومرض زوجها المزمن ومع ارتفاع أسعار المحروقات والغاز، حدثت أم أحمد مراسلنا عن معاناتها، حيث أنها لم تجد بديلاً عن روث الأبقار لإشعال نيران الموقد كي تطهو لأطفالها قوت يومهم. أنا أم أحمد من ريف المعرة الشرقي. لحنا من قلة الماء فيه، من غلات الغاز، من غلات الكاز، ما نعم نوجد وقود لحتى نطبخ الطبخة. عم نروح لعند جماعة من قش سواد من تحت البقرات، ومنطبش بنعمل شقف صغار مشان نحطهن على التفية ونشتغل، لأنه ما في غاز ولا في كاز ولا في مازوتي. الواحد يشتغل يجي يريح حاله. بنروح بنطلع من الصبح على الشغل، بنجي تعبانين هلكانين، بنقعد بدل ما نقعد حد الطبخة على الغاز، بنروح بنركض على الدخان وعلى الحطب، بنقعد نشتغل على هالسواد مشان نطبخ طبخة لأولادنا. طيب إيش بدنا نسوي؟ إيش بدنا نعمل؟ من تعبنا، من هلكنا، بنقعد نشتغل، بنطبش هالشغلة هاي مشان نطبخ عليها لأولادنا. جوزي بعيد عنكم، يعني مع مناقير برقبته، من بيشتغل شيء بده يقعد يحط دهنات ودواء وظرف الدواء هيك بالنار. طيب ايش الواحد بده يسوي؟ من غلي ومن هالغلي ومن قلة اللي ما فيه عم يشتغل هيك. طيب بارك، ايش بده يسوي؟ بارك معنا، ايش بدنا نعمل؟ الله يفرج على أمة محمد يا رب، ان شاء الله الله يفرج على هالعباد كلياتهم ان شاء الله يا رب. وهكذا لا تستطيع أن تمر على قصة أم أحمد من دون أن تلقي عليها التحية. ذاقت التشرد والغربة، ولكنها حولتها صبراً وقوة لإعانة زوجها والاهتمام بأطفالها. وكالة الفرات للأنباء.